نسكري المؤتمر بلدية ميغرا إقليم شتوكايت بها المؤتمر الحركة الشعبية نكون قيس المكتب الإقليمي أن الحركة الشعبية درس الاختصاص النصحة البادية يعني رام توسن على الصعيد الوطني وكان كوني الصفحة البادية لأحزاب كله المغرب هذه السنة ولا يدر قيون الضلاب بصفتي عباد يوسف قيون الضلاب ها الحركة الشعبية لها الإقليم النون ها كوني دارت مقل من الأحزاب كله الفرصة إذا استولوا تفلتم هذه يحت تفلتم لا يمدح تفتو 50 يا ابني يحت الدرج يحت داخل 50 هذه العمر العمر تنقص على عمر البنات لأن أرسل لله كني دميت المواطن مد للي السن تقريبا ملايك اني اختفى الصحة الصدق المعقول إلا غير الإنسان اللي يستخدم كرا الطريقة باش يسحب منك يعني الطريقة اللي مادي أرسم قول مدولة أرسم قول نحن المصلحة أرسم قول أي غير جوج دريال اليوم درنا المؤتمر الإقليمي اللي حضروا معنا مجموعة من الأطر ديال الحزب على الصعيد الجهوي منهم الأستاذة هانية الغليظ اللي هي عضو ديال المنظمة ديال النساء الحركيات ثم الإخوان ديال الشبيبة ثم الإخوان الممثلين ديال الجبهة الأمازيغية اللي هما التحقوا بالحزب مؤخرا ودرنا هذا المؤتمر ديالنا اللي ناقشنا واحد المجموعة ديال النقاط اللي تهم القطاع ديال الإقليم السياسي في الإقليم وناقشنا كذلك واحد المجموعة ديال النقاط اللي تتعلق بالحزب على الصعيد الجهوي وكذلك على الصعيد الإقليمي حتى حنا غاديين في هذا الطرح وتقريبا 50% ديال الأعضاء ديال الكتابة الإقليمية اللي هما شباب وحنا إن شاء الله غاديين في هذا الطرح ديال الشباب وديال النساء وديال يعني الكفاءات كذلك حتى حنا بحال بقية الأحزاب حتى حنا غادي نديروا المكانة ديالنا في الإقليم إن شاء الله اليوم حضرنا لهذا المكتب هذا التأسيس ديالو وهذا الشيء داز زوين وكنتمنوا ان النساء حتى هما كلهم يزعموا ويدخلوا السياسه لان البلاد محتاجه ليكونها ومحتاجه الدور ونتمنوا الخير من هنا لقدام ان شاء الله اليوم كنعيشوا بدايه جديده للحزب هنا باقليم شتوكايت بها سواء من الوجوه يعني اللي معنا في الكتابه سواء من يعني الطريقه ديال الاشتغال نتمنى ان هذه البدايه تكون موفقه نقدروا اننا يعني نقنعوا الشباب باش انهم يلتحقوا بالعمل السياسي تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.